وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا مرة تانية معاكم على الهواء مباشرة. بنعتذر طبعا أن حصل عطل فني في أول الحلقة وإحنا هو معاكم مرة تانية على الهواء مباشرة وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. وبنتكلم طبعا النهاردة أن إحنا لازم نهتم بأكل وتغذية ولادنا خصوصا أول سنتين من عمرهم علشان بيبقى جسمهم محتاج للعناصر الغذائية المختلفة علشان ينمو طبعا الجسم كويس، ونشوف إيه الأكل المفروض يدخل ونوعيته إيه اللي نعودهم عليه، لان بعد كده هو ده اللي هيستمر معاهم بعد كده. هنتكلم في موضوع تغذيه ولادنا من سن لحظه الولاده زيرو لحد عمر سنتين مع ضيفتنا خبيره التغذيه والتربيه نهى علي ابو ست. اهلا بيك يا نهى. اهلا بيك يا دعاء. نهى طبعا بنتكلم في سن حرج جدا البيبيهات من اول الولاده لحد سن سنتين، المفروض نبدا ناكلهم وهم عندهم كام شهر؟ هو احنا المفروض ان احنا ناكلهم من اول ما هم عندهم 6 شهور، واكيد اكيد مش قبل 5 شهور تحت اي ضغط من الضغوط، واكيد مش بعد 8 شهور برضو تحت اي ضغط من الضغوط. هي كل المدارس بتلف وبترجع حوالين السن ده، بس هو معظم المدارس اجمعت على انه بدايه الاكل هتكون من اول 6 شهور. ليه بقى من اول 6 شهور؟ يعني كان في مدارس قبل كده قديمه كانوا بيبداوا مثلا في من 40 يوم، في من 3 شهور. بعد كده بقينا نلاقي الحاجات اكل الاطفال مكتوب عليه من اول 6 شهور. ليه بالظبط؟ هو الدراسات الجديده اللي اتعملت اكتشفوا ان الطفل بيكون جهازه الهضمي شخصيا لسه مش جاهز ان هو يستقبل أكل أو يهضم أي نوع تاني من الأكل غير اللبن بتاع الأم. هو بيبقى فيه إنزيمات معينة للهضم بتبقى لازم الجهاز الهضمي بتاعنا يصنعها، فلحد 6 شهور بيكون الإنزيمات دي لسه ما تمش صناعتها جوه الجهاز الهضمي بتاعنا. فإحنا لما بنأكل أطفالنا بدري والإنزيمات الهضم دي مش موجودة، دي بتسبب لي مشاكل كتيرة جدا وبيسبب لي ضغط جامد جدا على الكلى بتاعتهم، ممكن يتسبب لي بعد كده في أمراض كلى في حياتهم بعد كده. ده السبب الاولاني. السبب الثاني ان الاكل نفسه اللي احنا بنديه لهم ما فيهوش كل القيمه الغذائيه اللي موجوده عن جوه لبن الام، وهنتكلم دلوقتي بالتفصيل عن لبن الام اللي هي فتره من اول يوم لحد 6 شهور. فكل القيمه الغذائيه اللي موجوده كل اكل فيه حاجه معينه، بس ما فيش اكله واحده تقدري ان انت تاكليها لابنك او بنتك فيها كل حاجه هو محتاجها غير هو لبن الام. فعشان كده احنا مش محتاجين ان احنا نديهم الاكل في السن ده، هما مش محتاجين اي حاجه زيادة عن القيمة الغذائية الموجودة جوه اللبن بتاع الأم. ثالث حاجة مهارة البلع. احنا بنبقى فاهمين ان الطفل هياخد اي حاجة هيبلع زي ما بالظبط بيمص اللبن او من مامته او من الببرونة، فطبعا دي مشكلة لان احنا البلع دي مهارة الطفل لازم يتعلمها، ودي محتاجة عضلات معينة تتربى جوه هنا في زوره، محتاجة لعاب، محتاجة اللسان نفسه العضلة بتاعته تبقى قوية قوي عشان تعرف تقلب الأكل. ده عبارة عن مصنع احنا بناخده كده كأن يعني عادي، هو طفل هديله اي حاجة في بقه هيبلعها، بس ده مش حقيقي. وعشان كده اول بداية ان احنا بنأكل ولادنا هتلاقي دايما ناس امهات كتير قوي بتشتكي بتقول انا باجي باكله بيتف كل الاكل في وشي او بيقعد يعمل كده بلسانه ويرجع كل يطلع الاكل تاني. ده ليه؟ لان لسه هو دي مهاره من المهارات اللي لسه بيتعلمها، هو مش بيتولد بيها. فسنه مش هينفع ان احنا يعني مش هيسمح ان الحاجات دي تقدر انها تبقى ديفلوبد او انها تبقى بالقوه اللي تقدر انها تبلع. برضو مهارة البلع دي مهمة قوي ان انا اديها له في سن اللي هو بتاع 6 شهور. الحاجة كمان انه الاطفال كتير قوي منهم عندهم حساسيات، ودي احنا لقيناها زادت جدا في الفترة اللي فاتت والناس مجدتش لسه فهماها، عشان كده بدأ يبقى فيه مثلا اللي هي التحاليل اللي بتتعمل بتاعت حساسية الاكل بس غير التحاليل اللي احنا عارفينها بتاعت الدم العادية. ففي اطفال كتير قوي يبقى عندها الحساسية بتاعت الاكل دي والاهالي مش مدركين او مش عارفين، وعادة بتكون طبعا وراثية، بيبقى في حد تاني في العيلة بس احنا منبقاش عارفين عنده نفس الحساسية دي. طبعا على طفل صغير قوي لما ياكل اكل ويجيله الحساسية هو لسه المناعة بتاعته مش مستحملة، ده بيبقى خطر اكبر بكتير جدا من طفل تاني اكبر شوية وقادر جسمه يحارب شوية النوع ده من انواع الحساسية.
لبن الام طبعا انضف بكتير جدا من اي اكل تاني هديهوله، لانه مفيش اكل في العالم ممكن يبقى دايما طازه، مش محتاج اي وسيله حفظ، لان هو على طول فريش، مش محتاج يتخزن ولا تعقيم. عمره ما يبقى فيه كيماويات ولا فيه مشاكل، عمره ما هيبقى فيه مواد حافظه، كل الحاجات دي مش موجوده جوه لبن الام. سبحان الله. فبالظبط، فاحنا ليه ناكل ولادنا الاكل التاني ده اللي هو بيبقى فيه، للاسف ده انا بتكلم على الاكل الطبيعي، للاسف بقى الاكل التاني اللي احنا بناكله لهم المصنع مش بس كيماويات ومواد حافظه، ده كمان بيبقى فيه سكريات عاليه جدا عشان الاطفال تحبه، وبيبقى متسمي تحت اسماء معينه مختلفه، زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ممكن يبقى اسمه جلوكوز، ممكن يبقى اسمه سكروز، ممكن يسموه اي اسم تاني، مش هيكتبوا لك سكر زي ما هو عشان يبيعوا المنتج بتاعهم. وهو طبعا الهدف بتاعهم ان هم عايزين الطفل يبقى مبسوط وبياكل وعاجبه الطعم فياكل اكتر، فانت تحسي الله ده انا ابني بياكل الاكل ده فتشتريه تاني، مع ان هو في الواقع احنا بنديله سكر في سن ما ينفعش خالص، ممنوع تماما ان انا اديله السكر. طبعا بدايه الاكل بدري اللي هو قبل 6 شهور بتتسبب في امراض بعد كده في حياته، من ضمنها امراض في الجهاز التنفسي اللي هو بيبقى لسه برده مش مستعد، وكمان حساسيات زي ما قلنا، وامراض زي السمنه. الحاجه الغريبه كمان انه دايما لما بتبتدي الاكل تاكلي ابنك او بنتك حتى لو كان اللبن اللي هو اللي بنحطه في البيبرونات ده، ده بقى لازم يكون عندنا وقفه اللبن الصناعي. بالظبط. كتير جدا مثلا الاقيهم ايه يعني مخلفين وكده، هي بتعملي ايه؟ اسالها بتعملي ايه؟ بترضعي طبيعي؟ تقول اه برضع طبيعي بس بديله بيبرونه واحده صناعي. ليه يا بنتي؟ ملهاش لازمه الببرونه الصناعي دي، ليه؟ هيكره لبنك. لا لا لا، الدكتور بيقول ماشي ممكن اديله، اصله ما بيشبعش. مين قال لك ان هو ما بيشبعش؟ ايوه انا بحس ان هو لسه بيعايز ما بيشبعش، فقلت اديله واحده كمان ايه صناعي. أيوة. ايه الغلط بقى في كده؟ هو اولا انت اول ما بتبتدي تدي صناعي او اكل تاني عادي، لبن الام بيبتدي ينقص طبيعي. سبحان الله. لان هو انت خلاص انت دايما دايما، عشان كده حتى بنقول كل ما بترضعي اكتر كل ما اللبن بيزيد اكتر، لان كل ما بتفضي ربنا بيخلق من اول وجديد، بيتمني من اول وجديد. فانت مع بدايه ان انت بتديله لبن صناعي او اي اكل تاني، ده بينقص اللبن، ودي حاجه مش كويسه خالص ليه. زي ما قلنا طبعا اللبن بتاع الام فيه كل القيمه الغذائيه اللي الطفل محتاجها. الغريب بقى ان الدراسات اكتشفت ان لبن كل ام مختلف عن التانية حسب احتياج ابنها. لما حللوا لبن الام بتاع من ام للتانية، لقوا ان الطفل ده محتاج مثلا فيتامين الف زياده، فاللبن بتاع الام ده فيه فيتامين ألف زياده. اللبن بتاع الام الثانيه فيه مثلا حديد زياده، لان الطفل ده كان ناقصه شويه حديد لما اتولد. فربنا مصنع اللبن ده حسب احتياج الطفل. مفيش مصنع في العالم هيقدر يصنع لبن لكل طفل لوحده، بس هو ربنا عامل كده في كل ام. فاحنا ليه ان احنا نشيل ده ونحطه على جنب ونبتدي ناخد لبن تاني صناعي مصنع لكل العالم، كل اطفال العالم في كل حته. سبحان الله. فدي دي نقطه. الحاجه الثانيه ان الطفل وهو بيرضع بياكل على قده. احنا دايما لما بنحط اللبن في الببرونه حتى لو نايم بنصحيه عشان لازم يكمل، لان الدكتور قال 30 ملي ولا 20 ملي ولا اي حاجه، فلازم يكملها. وده عاده بيسبب برضو مرض السمنه، مش جاي تلاقي الطفل اللي بيرضع اللبن الصناعي هتلاقيه شويه مليان عن الطفل عاده يعني اللي بيرضع لبن الام الطبيعي. ليه؟ لان احنا وي اوفر فيد، احنا بناكله زياده عن طاقته، لان لازم يخلص الببرونه، مع ان على اللبن بتاع الرضاعه هو بيقعد ياكل لحد ما يشبع، فعمرك ابدا ما هتقدري تاكليه زياده عن طاقته، لان هو اللي بيوقف رضاعه طبيعي وانت مش عارفه قد ايه اخد، فمش تضغطي عليه ان هو يكمل. على قد ما احتياجه بياخد. على قد احتياجه. الحاجه كمان ان اللبن بتاع الام في الاول خالص اول ما بيبتدي بيرضع بيبقى عامل زي الميه عشان العطش بتاعه يرويه، وبعد يعني كده اول الرضاعه مش زي اخر الرضاعه. بالظبط. بعد كده في نص الرضاعه ده بيبقى كل الغذاء، وهتلاقي حتى لونه مختلف. في اخر الرضاعه اللي هو ساعات بنسميه كومفورت ساكينج، او اللي هو بيبقى ممكن يكون بيتدلع شويه او بس عايز حنان ويفضل معاها او برده لسه عطشان، بيخف تاني. مفيش لبن في الدنيا ممكن يبقى متصنع بالطريقه دي. سبحان الله. علشان تلائم برده الطفل واحتياجه، استحاله ممكن يجيله مرض السمنه وهو بيرضع من لبن امه. الحاجه كمان ان كل لبن اي ام فيه مضادات حيويه خطيره رهيبه، اكتر بكتير جدا، او مش اكتر، هو مفيش مضادات حيويه موجوده جوه الالبان التانيه. عشان كده دايما الطفل اللي بيبقى بيرضع صناعي
الدكاترة كتير يعني بيقوموا مزودين مش بس العاية، كمان بيزودوا له شوية أدوية ممكن ياخدها كالسيوم مثلا زيادة شوية، أو بدأت المصانع دلوقتي تقولك اللبن ده محطوط فيه مثلا كالسيوم وحديد، هم كمان بقوا بيدعموه بشوية حاجات. ليه؟ لأن لبن الأم دايما فيه مضادات حيوية ضد كل الأمراض اللي هي أخدتها قبل كده، الأنتي بوديز أو اللي هي المضادات الحيوية اللي جوه جسمها بتروح كمان للطفل. الحاجة كمان غريبة قوي، احنا دايما بنقعد نقول شايبينج تايز بادز، أو إن إزاي إن احنا نخلي ولادنا ياكلوا أكلات طعمها مختلف عشان بعد كده ما يرفضوش أي أكل، ما يبقوش متعودين على حاجة معينة. الغريب إن لبن الأم طعمه بيتغير حسب هي اكلها ايه. عشان كده كتير يمكن اكيد فاكره زمان مثلا الناس كانت بتقعد تقول الامهات بقى ما تاكليش شطه ده بيخلي اللبن سبايسي او حراق شويه، ما تاكليش يعني اكلات كده معينه بتغير طعم اللبن. ده حقيقي، هو فعلا طعم اللبن بيتغير حسب الاكل اللي انت بتاكليه، ودي حاجه جميله جدا لان ده برده بيساعد على ان هو يقدر ان هو يستطعم اطعم مختلفه غير طبعا اللبن الصناعي. طبعا زي ما قلنا كل الفوائد الغذائيه موجوده جوه اللبن بتاع الام، دايما محفوظ مش محتاج اي وسيله تخزين، نبقى مش ضامنين المكان او المصدر بتاعه، غير انه كل حاجه جوه اللبن ده معموله على انها سهله الهضم. فاي طفل بيعملش مغص، الاطفال اللي بيكونوا متعودين على الببرون الصناعي على طول عندهم مشاكل ومغص. ده حقيقي، لان اللبن ده مش لبن بني ادمين، هو اللبن الصناعي معمول من اللبن بتاع البقره اللي هو معمول للبقره برضه. فده بيبقى، وفي كتير كمان ده غير اللي عندهم حساسيه يعني، بس اللاكتوز او السكر الطبيعي بتاع اللبن بيبقى صعب جدا هضمه للاطفال الطبيعيين. يعني ما فيش ام تستسهل قصه الببرونه، ولا حتى ببرونه واحده دي بتبوظ بقيه الرضاعه. بالظبط، طول الوقت ترضعي طبيعي، تركزي في الرضاعه الطبيعيه، البيبي يشرب زي ما هو عايز علشان يتغذى وينمو، مش محتاجه تدخلي له اللي هي الصناعي دي. ما فيش حاجه اسمها هو ما بيشبعش، هو ربنا اللي عارف هو هيشبع قد ايه من لبنك فبينزله على قد ما هو محتاج. هو مخلوق على قد ما هو. الحاجه بقى الاخيره المهمه جدا يمكن تكون اهم من كل الكلام اللي انا قلته، كل انواع اللبن الصناعي فيها سكر. كلها. وانت قلتي السكر ما يتاخدش لحد قبل سنة، ايه اول سنة مفيش سكر خالص، ولا سكر ولا ملح، دي حاجات من نقولها في هنتجنبها. ولا السكر ولا الملح تماما، دول من السموم البيضاء بنسميها. دي سموم بتدخل الجسم تمرض البني ادمين، تمرض الاطفال دول. قبل سنة ممنوع، قبل سنة ممنوع لا سكر ولا ملح. كل أنواع اللبن الصناعي فيها السكر. بالنسبة بقى أنت قلتي حتة مهمة قوي برضو يا دعاء، أن أنا ابني ما بيشبعش أصله عشان ينام كويس. في أبحاث دلوقتي معمولة بتقول أنه هو ولا بيبقى بينام كويس ولا حاجة، هو هيصحى زي ما هو، بس أنت بتحسي أن أنت ريحتي، عشان بدل ما ترضعي كل ساعتين ممكن تقومي مرضعة مرة وبعد كده يأكل مثلا أكل صناعي اللبن الصناعي، وبعد كده بعد ساعتين كمان يجوع او ثلاثة، فانت بتحسي كأنك ريحتي رضعة مثلا. بس ده برضو بيقلل اللبن بتاعك، ودي مشكلة تانية. انا عشان اقول انا ابني شبع ولا مشبعش، فيه علامات كده يعني سهلة قوي ممكن كل ام بس تبقى عارفاها عشان محدش يضحك عليها ويقول لها اي حاجة. اولا الطفل يكون وزنه ما بينقصش عن الاول. يعني حتى لو ثابت او بيزيد شوية بس ما بينقصش. تاني حاجة ان هو بيعمل حمام طبيعي، مش ان هو بقى مش بيعمل حاجة خالص. تالت حاجة ان هو ما يبقاش همدان طول الوقت. يعني في اطفال بتلاقيها عاملة كده طول الوقت وهمدان. عارفة لما انت تبقي زي كده صايمة وانت في رمضان بتبقي حاسة ان مش قادرة تتحركي وما عندكيش طاقة ومش قادرة اصلا تفتحي عينيكي وعايزة تنامي طول الوقت. لو تلت حاجات دولت مش عنده يبقى هو بياكل. بس احنا ما نخليش الضغط بتاع الاهالي والصحاب ولا هو كده مش هيشبع، هو كده مش هيتغذى، لبن الكفايه هيغذيه. طيب احنا معانا تليفونات. استاذ محمد اهلا وسهلا. الو، ايوه اتفضل. مساء الخير. مساء النور. من فضلك انا ابني عنده حوالي 4 شهور. طب حضرتك ممكن تعلي صوتك، ابنك عنده 4 شهور صح؟ وكان بحس ان هو بيقشط يعني اكتر من الافريج الطبيعي. طب يا شباب بس علوا لنا الصوت هنا في الاستوديو احنا مش سامعين. ابنك عنده 4 شهور وكل ما بيرضع بيقشط؟ بيقشط اكتر من الافريج الطبيعي وبسرعه. بيقشط. فوديته للدكتور قال لي ان هو ممكن يكون عنده شبه ارتجاع. فقال لي لو هي اخذت يعني لو الموضوع طول ممكن تديله بالليل يعني اخر رضع ليه تبقى صناعي، فهل ده صح ولا غلط؟ ماشي. طيب هو
هو طبعا في حاجه موجوده عند اطفال وكبار على فكره كتير قوي، اللي هو مرض اسمه مرض ارتجاع المريء. ودي حاجه موجوده عند كبار كمان، ويمكن بنبتدي نكتشفها اكتر مع الاطفال لما بيبتدي يروحوا العوم السباحه والتمارين وبيشرقوا طول الوقت، بيبقوا مش عارفين يعوموا من كتر وهم على طول الوقت بيبلعوا ميه وبيرجعوا فعلا، مش بيدلعوا يعني. فاحنا بس محتاجين الاول احنا نتاكد هل هو عنده المرض ده ولا لا، عشان المرض ده يبقى احنا دخلنا في سكه تانية خالص ان احنا محتاجين ان احنا نعالجها. يمكن يكون هو قال لك كده بس علشان لحد ما نكتشف الموضوع، لحد ما يعمل لك شويه تاسكس او اختبارات تانية عشان يتاكد ان عنده المرض ده، علشان يبقى ضامن انه على الاقل دخل له غذاء عشان ما يحصلوش اللي هي الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليها فما يمرضش. فده كمرحلة أولانية، بس أكيد مش هو ده عند كده هنقف، يعني لازم نكتشف ونعرف هل هو عنده المرض ده ولا لأ عشان نعرف نتعامل على أساسه. طيب احنا هنروح لفاصل ونرجع تاني مشاهدينا بعد الفاصل. هيكون بعد الفاصل عندنا تقرير نشوفه برضو مع بعض لانه مع مشاهدينا بعد الفاصل اكل كده وعايزين امهات تركز فيه، ازاي نعمل اكل للبيبيهات لاولادنا البيبيهات، ونرجع نعلق عليه. اسمحوا لي أشكر جمهور صبايا الخير العظيم على كل الخير اللي عملتوه السنة اللي فاتت. 25,000 مصري ساهمتوا في إنهم يتعالجوا ويقوموا بألف سلامة. النهاردة لازم أبلغكم إن منتصر، ياسمين، محمد، أحمد، محمد، نورة، محمد، محمد، مجدي، يمنى، رحمة، عبد الله، زياد، وأمنية محتاجين مساعدتكم بأسرع وقت. كل الأطفال دي بتتعذب فوق ما تتخيلوا، محتاجين مساعدتكم بأسرع وقت. ودايماً لما بقول لكم بأسرع وقت بشكركم جداً على الثقة المتبادلة لأنكم بتتأخروش. كل الأطفال دي بين الحياة والموت، كل الأطفال دي بتتمنى من الله سبحانه وتعالى أنكم تساعدوهم النهاردة قبل بكرة، تساعدوهم الدقيقة دي قبل الدقيقة اللي جاية. بشكركم. بنتك كبروا خلاص، اللبن مبقاش بيكفيهم، محتاجين ان احنا نديهم غذاء اكتر واكل طبيعي اكتر. هنبتدي منين؟ هناكلهم ايه؟ مش عارفين، محتارين ومش عارفين نقدم لهم التنوع اللي احنا محتاجينه في الاكل. ايه اللي هيفيدهم؟ ايه اللي هيغذيهم؟ لسه برضو مش عارفين. احنا النهارده انا جايبه لكم معايا صديقتي نهله سماحه، هي كأم هتشرح لنا وهتحكي لنا هي عملت ايه مع اولادها من اول ما بدانا ان احنا ندخل الاكل الطبيعي لاكلهم، علشان هي عندها افكار كتيره جميله وسريعه وهتساعدنا كتير قوي ان احنا نقدم لهم الفرايتي او التنوع اللي احنا محتاجينه. اهلا بيكي يا نهله. اهلا نهى، ميرسي. زي ما انت قلتي بالظبط، لما اولادنا بيبتدوا يخشوا في سن الاكل بتبقي محتاره وبتبقي ما عندكيش وقت ومش قادره ان انت كل يوم تعملي حاجه مختلفه. فانا بعد تجارب كتير وصلت لطريقه ساعدتني وساعدت اولادي. انا عندي بنتين، هما دلوقتي داخلين على 4 سنين، فالحمد لله الموضوع ده نفع معاهم وستيل انتل النهارده. اللي انا بعمله ان انا بكرس يوم واحد في الاسبوع اجيب جميع انواع الخضار اللي انا عايزه اولادي ياكلوها. انت عارفه طبعا الاطفال ممكن حاجه ما يعجبهمش شكلها، ما يعجبهمش ريحتها، لا وخلاص. فانا بحب ان انا اديهم الخضار اللي هم محتاجين ياكلوه واخبيه بقى في الاكل. جزر، كوسه، بروكلي، ارنبيط، قرع عسلي، بطاطا، اي خضار، سلق، ممكن حاجات خضراء يعني، سبانخ،
اي خضار بلاقيه موجود في السوق، طبعا يكون خضار نظيف، بجيبه وبقطعه وبطبخه عن طريق الستيمينج او البخار. اوكي، وانس طبخته على طريق الستيمينج بضربه في الخلاط او بالخلاط اللي هو اليدوي ده، بس هو مش شرط ده، ممكن اي خلاط يعني. بضربه في الخلاط واحطه في اكياس زي ما انت شايفه كده، وبعدين لما يبرد خالص ويطلع كل البخار اللي فيه احطه في الفريزر. تورينا ازاي هنزود البخار؟ اوكي، دي بروكلي مغسوله، اوكي، وهقطعها حتت صغيره عشان يستوي بسرعه. بشيل بس الورق ده عشان الورق ده ساعات بيبقى طعمه مزز. انت في هنا برضو حاجه نهله، انت ايه اللي انت حطاها هنا في ده؟ لسه مطلعه من الفريزر. ده عباره عن الخضره اللي بنحطها في القلقاس، حزمه السلق، حزمه سلق، حزمه شبت، حزمه كزبره، مخروطين متسويين على النار في شويه ثوم، وبعدين ضربتهم في الخلاط وحطيتهم في دي بتاعه التلج. دي بتاعه التلج. طيب تعالي نحط دوت. انت غاليه ميه دلوقتي على أيوة. على البوتاجاز، فهحط البروكلي دلوقتي طبخ بالبخار. اوكي، هفضيه كده، وان شاء الله يعني في خلال 10 دقائق لو المايه اوريدي كانت بتغلي مش هياخد معانا وقت. ده البروكلي بعد ما استوى عن طريق البخار بعد 10 دقائق. 10 دقائق بالظبط. اوكي، دلوقتي هنحطه هنا. انا عايزه بس حاجه غويطه مش معدن عشان اقدر اضربه بالخلاط ده، وده ممكن زي ما انت قلتي ممكن اي خلاط تاني، اي خلاط، الخلاط العادي بتاعنا بتاع البيت ده. ودلوقتي هضرب البروكلي بالمضرب ده. بعد ما بنضرب البروكلي طبعا بصي بيبقى شكله كده مهروس وطري جدا. ده بقى ايه استخداماته يعني على بعد ما ضربتي البروكلي؟ بصي، غير ان انت ممكن تاكليه للبيبي، البيبي زي ما هو، زي ما هو ممكن تاكليه للبيبي. طبعا احنا مع البيبيهات مش بنزود اي ملح وفلفل اي حاجه، لان احنا عايزين حاسه الطعم بتاعتهم تتنمى بطريقه طبيعيه. بالنسبه مثلا للاطفال اللي بياكلوا الخضار ده ممكن نخبيه في كذا حاجه. انا النهارده هخبيه في كفته سالمون، وزي ما قلت لك مش شرط طبعا سالمون، ممكن اي نوع سمك فيليه، ممكن فراخ، ممكن لحمه. الكفته دي بخبي فيها بروكلي، ممكن اخبي فيها اي خضار تاني، ممكن اخبي فيها كوسه، ممكن اخبي فيها سلق، ممكن اخبي فيها جزر، او نوع خضارين مع بعض. فاحنا جبنا 3 سالمون فيليه، والسالمون ميستو ان هو بيستوي بسرعه جدا. حطيته بس على الصينيه دي الصينيه بتاعه بيكنج، حطيته على الصينيه، حبه ملح طبيعي، ملح بحر طبيعي وفلفل، وحطيتها في الفرن على 200 درجه لمده بالظبط 15 دقيقه. تمام، 15 دقيقه والسالمون بيكون استوى. انت حاطه زيوت او اي حاجه؟ مش حاطه اي زيت، مفيش اي حاجه. تمام، هو بس لوحده كده زيوته الطبيعيه. وميزه الكفته دي كمان ان انا لما بعملها ممكن اشيلها في الفريزر، ممكن كل مثلا يوم او يومين اطلع لهم كفتتين ثلاثه، فممكن يعني على حسب الكميه الكيس الكفته ممكن يقعد اسبوع او اسبوعين. دلوقتي بايديا هقطع السالمون من غير الجلد، هقطعه كده في الكيتشن ماشين، وبعدين مش لازم برده كيتشن ماشين، ممكن خلاط، اي خلاط. وزي ما قلت لك يعني انا مثلا لما بسلق فرخه عشان اعمل شوربه بيبقى فاضل فرخه كبيره، وبستغل انها مسلوقه اوريدي ومتبله ومطبوخه، بفصفصها بعد لما بتبرد، بفصفصها في الكيتشن ماشين، وبرضو اعمل نفس الكفته للاطفال. فاحنا بنحط السمن بنضربه لوحده الاول عشان نتاكد ان هو كله مضروب. تمام، ماشي، خفيف جدا. بعد ما بنضرب السمن او اي نوع لحمه بنستخدمها، فراخ، سمك زي ما قلنا، هزود البروكلي، وهزود البطاطسايه اللي انا سلقاها اللي هي اوريدي مهروسه. ده بس عشان يمسك القوام بتاعها يبقى ثابته. ده عشان يمسك. دول كانوا بطاطستين صغيرين مع بعض يعملوا حجم بطاطسايه متوسطه. فانا بحب ان البطاطس تبقى تلت الكمية السالمون. لو في 3 فيليه هحط بطاطساية واحدة اللي هي تلت الكمية. هحط شوية ملح بحر طبيعي عشان الطعم، وشوية فلفل. أنا
تفضي الخلطه دي هنا. لو عندك وقت تحطيها في التلاجة 10 دقايق تمسك نفسها اوكي، لو ما عندكيش مش مشكله هنحطها هنا وهنبتدي نعمل الشيب بتاع الناجت بتاعتنا، شكل اللي هي الكفته. شكل الكفته تمام، بيض وبقسماط، وبعدين هنحط في الفرن. دلوقتي هنحط في بيض وبقسماط. احنا دلوقتي خلاص حطيناهم في البيض والبقسماط. دي صينيه بتاعت فرن، صينيه بيكنج برضو. فكل اللي انا هعمله ان انا هحط نقطه زيت زيتون، تقدري تقولي نص معلقه ده بس عشان ما يلزقش مش كده؟ وعشان يدي شويه احمرار كده. تمام اوكي. وبعدين الفرن عندي بيبقى اوريدي بيبقى سخن خلاص، سخنت الفرن على 200 درجه علشان الكفته اول ما تخش يبقى الفرن سخن. فهسيب الكفته لمده 10 دقائق على الناحيه دي. بعدها ب 10 دقائق هطلع الصينيه اقلبهم وادخلها كمان 10 دقائق عشان الناحيتين يبقوا احمروا. تمام وذاتس ات. درجة حرارة الفرن كام يا نهلة؟ درجة حرارة الفرن تبقى على 200 درجة. بس بقى تستني زي ما انت شايفة نوها اخدت نفس اللون على الناحيتين. ميزة الكفتة دي برضو ان انت ممكن تحطيها في شنطة الاكل بتاعت الاطفال. هي فكرة لطيفة وسهلة وفعلا خدت دقايق معدودة مننا وشكلها حلو وطعمها حلو. هاكل دلوقتي. اتفضلي بقى يلا بلانا. وشكرا جدا يا نهلة على وقتك وعلى افكارك الجميله. استنينا من قبل البداية. بنشكر الحقيقه النهله، يعني هي ام وحريصه ان هي تاكل ولادها اكل صحي من مرحله البيبيهات، يعني بالزبط. الاطفال اللي هم المفروض في مرحله الرضع يعني اقل من سنتين، وتبدا ما تعمل لهم مثلا حاجه زي كده، كفته سمك، كفته بطاطس بالسمك او بالخضره او بالفراخ بالزبط. او بطاطس بالخضره، يعني جميله جدا وتغذيهم وفي نفس الوقت سهله ان هم يمضغوها ويبلعوها. بالظبط. وعلى فكره يا نهله يعني شخصيه هي بتشتغل ومشغوله طول الوقت وكل حاجه، بس هي ما كانتش، مش عايزه اقول بس هي سلبيه، ما كانتش سلبيه وقالت خلاص انا هجيب بقى كل حاجه من السوبر ماركت جاهزه، ما انا مشغوله هعمل ايه، ما انا ورايا شغلي. لا، هي زي ما هي قالت، هي بتكرس يوم واحد بس في الاسبوع تعمل فيه كل حاجه وتحط في الفريزر، فبيبقى سهل جدا عليها انها تطلع كل حاجه سهله. يعني الكفته دي كل حاجه فيها مستويه، هي بس محتاجه يعني 10 دقائق او ربع ساعه جوه الفرن عشان بس تحمر وشها. لكن هي كل حاجه فيها مستويه، كل الاكل اللي هي مطلعه لنا بتاع الاطفال ده كان كله مستوي، وكل ده البيبيهات تاكله من هم عندهم سنه مثلا. الخضار كله اللي هي عاملاه ده من اول الست شهور، اللي هي كانت عامله بروكلي وكانت عامله السلق. السلق ده كانت فكره هايله ان هي بتحطها في كل حاجه، ده مليان حديد وفيتامينات ومعادن، ده بتحطه على اي اكل، حتى ساعات بتعمل رز بيه دلوقتي لاولادها. فطبعا بتزود القيمه الغذائيه بتاعته، يا اما بتحطها في اللي هي الطبق بتاع المكعبات بتاع الثلج عشان تطلعه مكعبه على قد البيبي، يا اما بتحطه في اللي هي الاكياس اللي هي وريتها لنا دي عشان يبقى سهل عليها انها تكسره تقدر انها تاكلها لهم. فدي طبعا افكار. وبعدين شفتي كميه الفرايتي او التنوع اللي هي عاملاه في الخضار، عشان كل يوم تبقى تديهم حاجات مختلفة وفي نفس الوقت معمولة في البيت ونظيفة وضمناها وكل حاجة بس جاهزة، فمش محتاجة منها وقت. طبعا مليانة فوائد كتير. طيب معنا هوايد، أهلا بيكي. ألو. أيوة تفضلي. أهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، تفضلي سؤالك. طيب دلوقتي انا ابن اخويا مش بيرضى ياكل اي انواع من انواع الفواكه وكده، يعني بصراحه مرات اخويا عملت له كل حاجه، فروت سلطه تعمل له كل حاجه، برضه مش بياكل اي نوع من انواع الفواكه. عنده قد ايه؟ هو عنده 3 سنين. 3 سنين ماشي. انا مش سامعه السؤال. مش بياكل اي نوع من انواع الفواكه وعنده 3 سنين. اوكي، هو احنا بدانا، هي التليفون كده اتقطع ولا هي معانا؟ قفلت. طيب هو احنا بس الفكره برضو احنا بدانا امتى ناكله الفاكهه وبناكلها له في شكل عامل ازاي،
في طرق كتيرة قوي لتقديم الفاكهة. ممكن ان احنا نسلق مثلا التفاح ونحط عليها، لو هو مش حابب قوي طعم التفاح نحط عليها قرفة، لان التوابل من الحاجات المهمة قوي ان احنا نديها لاطفالنا في السن الصغير من قبل هو بيبيهات. لان التوابل دي عبارة عن ايه، الناس دايما بتبقى فاهمة ان التوابل دي شوية بودرة كده بنجيبها من السوبر ماركت. التوابل دي كلها عبارة عن نباتات، فهي التوابل بتكون يا اما الروت او الجذر بتاع النبات، زي مثلا جنزبيل ده اللي بيبقى مزروع من تحت الارض، يا اما بيكون البذر نفسه اللي هي زي الفلفل الاسود اللي هو زي بيبقى جوه الورده الحتت اللي بتبقى في النص دي، يا اما بيكون النبات نفسه زي مثلا بابريكا اللي هي الورق نفسه بتاع النبات. فهو التوابل عباره عن نباتات، وبالتالي ليها فوائد كتيره قوي كويسه جدا للولاد وفيها قيمه غذائيه عاليه قوي. فلو مثلا هو مش بيحب التفاح ياكله كده زي ما هو، ممكن نسلقه له ونحط له عليه شويه قرفه. دايما التفاح والقرفه بيبقى طعمهم حلو قوي مع بعض. هو دلوقتي في سن 3 سنين يعني يقدر ياخد عسل، فممكن ساعتها نحط له برده شويه عسل. طريقه تقديم الفاكهه نفسها، هل بنحط له التفاحيه كده زي بعضها ولا الموزه مثلا ولا ايه؟ لو دخلتي على الانترنت هتلاقي افكار كتيره قوي على تقديم الفاكهه. ممكن نعمل شكل نخله مثلا بالموزه وتبقى من فوق الورق نفسه بتاع النخله شكل الكيوي، او يعني فاكهه الكيوي. فممكن ان احنا نقدمها بطريقه مختلفه، باطعم مختلفه، بتوابل مختلفه. ممكن نحلي بشويه عسل احيانا في الحاجات اللي هي مره شويه. حاولي انت تبتكري شويه في الافكار اللي انت بتديها له، وان شاء الله يقدر ان هو يبتدي ياكلها. اميره اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا دعاء، عامله ايه؟ اهلا يا حبيبتي، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. كنت عايزه اسال الدكتوره بس بخصوص ابني. معاك. هو عنده سنتين، بس عندي مشكله معاه في موضوع الاكل ده بالذات. انا من بعد 6 شهور فعلا كنت ملتزمة ان انا ابدا اكله بالاكلات اللي هي الحاجات السموزي دي شويه، بس هو عنده مشكله اصلا صحيه واحنا بنعالجه منها. يعني هو عنده حاجه بخصوص الاعصاب وكده، ولكن موضوع الادويه اللي هو بياخدها عملت له فوبيا بالنسبه للاكل. يا حبيبي. فبقت لحظه صعبه جدا، كل ما باجي اكله بيبقى الموضوع صعب جدا. بدات احاول برضو عايزه اكله مثلا اكل زي بتاعنا او من اللي احنا بناكله، فكنت بعمله له اللي هو حاجات سيمي سوليد كده، بحيث ان هي برضو ايه يعني ابدا برضو اخليه يتعلم ان يمضغ. بس في معاناه يعني غير عاديه في موضوع الاكل ده، بالاضافه لان بدات تظهر عليه حاجات مثلا زي الترجيع. وديته عند دكتور قال لي ان هو عنده ارتجاع، وكتب لي على ادويه وقال لي ان ده كورس هيتاخد لمده مثلا من 3 لـ5 شهور. بدأت الأمور تنضبط شوية. كنت في الفترة دي بحاول بقى طبعا عايزة أكله أي حاجة علشان بياخد كم أدوية يعني كتير جدا، فكنت بأكله فترات كده حاجات اللي هي السموزي قوي دي. وبعد كده أول ما ألاقي موضوع الترجيع بدأ يقل شوية أرجع أديله أكل يعني سيمي سوليد، بحيث إن هو يعني عايزاه يتعلم يمضغ ويبقى يعني عادي زينا. يعني هو انت الاكل اللي انت بتديهوه، انت ليه بتديهوله مفروم جامد قوي او مضروب جامد؟ هل الدكتور هو اللي قال لك كده عشان الادويه بتاعته ولا انت؟ الدكتور لما رحت للدكتور جهاز هضمي للاطفال قال لي لازم يكون الاكل يعني سموذي قوي. ممكن عشان انت بتضربيه في خلاط ولا بتهرسيه بشوكه؟ لا بضربه في الخلاط، كنت الفتره اللي هو كان فيه ترجيع كتير قوي. اوكي تمام. طيب ممكن بس نبتدي كده الاول ان احنا نهرسه بالشوكه عشان تكون مرحله ما بين النقل بتاعه الاكل المهروس قوي قوي اللي هو مضروب يعني في الخلاط، والاكل اللي هو بجد اللي انت عايزاه ياكله. نبتدي بس ان احنا نهرس كل الاكل بالشوكه الاول، وبعد كده ناخده للمرحله اللي بعدها. طبعا هو ايه النوعيه بتاعه الاكل بتاعه والحاله المرضيه بتاعته، دي حاجات متخصصة قوي وطبية للأسف. هو لازم يعني الحالة كلها تتشاف على بعضها عشان تقدري ان انت تحددي ايه اللي المفروض ياكله امتى وكده. نهى على الفيسبوك النهاردة حطينا سؤال ان واحدة فضلت خايفة تأكل ابنها اي حاجة، كان رضاعة وبس، رضاعة صناعي كمان، بعد كده بقى حاولت تدخله الاكل مش راضي، مش عارف يمضغ لما بقى عنده 2 سنين. هي قعدت الرضاعة قد ايه؟ 2 سنين من غير ولا اكل خالص. اوكي. فطبعا جه بقى ياكل طيب هو 2 سنين مش راضي يمضغ. احنا قلنا ان في اول الحلقة عشان كده انه احنا من اول 6 شهور، مش قبل ابدا 5 شهور، ومش بعد ابدا 8 شهور، عشان السبب ده بالظبط. ان لو انت بدأتي تأكلي الطفل بعد 8 شهور هو بيبقى رافض ان هو يمضغ. كل العضلات اللي احنا كنا بنقول عليها اللي هي بتنمو على العضلات بتاعت البلع ما حصلش انها نمت،
فعشان كده هو مش قادر. فاحنا من دلوقتي هنبتدي معانا عامله معامة البيبي اللي عنده 6 شهور. طب بصي بقى اجابات الناس، هو ده السؤال اللي احنا حطيناه، الاجابات بقى بتاعت الناس. كل واحد بيقول التجربة اللي عنده في نفس القصة دي، ان مثلا حبيبة بتقول اخويا بدأنا ندوقه من 6 شهور، بعد كده بقى بياكل الحمد لله. فولة بتقول هي كانت المفروض تأكله من بطاطس مهروسة والكلام ده من 7 شهور. جوجو بتقول المفروض من 6 شهور كانت تبدأ تدخله أكل مهروس وكده، أنا بدأت أطعم بس ابني كده وهو عنده 4 شهور حاجات بسيطة. ملك بتقول هي لازم توقف الرضاعة بقى عشان يضطر إن هو يجوع فيضطر إن هو يأكل وتشوف مع دكتور برضو أطفال. وليد بيقول غلط، هي كانت يعني المفروض تعرف التزامات الأمومة إن هي من هو 6 شهور تبدأ تأكله أي حاجات. معلش إحنا بس مش عايزين نتكلم على إيه، مسألتين خلصوا فيعني مش لازم نرجعها. في بقى كتير قوي مثلا هند دعاء كذا حد بدأوا يأكلوا ولادهم من 6 شهور، رونا من 5 شهور بدأت تدوق ابنها، فعايز برضو ياسين من 6 شهور، زينب من 6 شهور، غدا من 6 شهور، يعني ما شاء الله كله ايه مركز. نورة فأنا عايزاك تدينا كده تعليق سريع في نهاية الحلقة، انه احنا طبعا لازم هنعمل الأسبوع الجاي كمالة الحلقة الجزء الثاني من حلقات البيبيهات طبعا، ونشوف برضو نوعية الأكل. بس ادي كده نصيحة سريعة خصوصا اللي هم مثلا بيتأخروا في تأكيل ولادهم. احنا خلاص مش عايزين بس نقول لها انت كان مفهوم من 6 شهور يعني خلاص هو ده حصل دلوقتي. احنا نبتدي معاه معاملة البيبيهات كأنه من اول 6 شهور، لسه هيبتدي دلوقتي اكل من اول وجديد. فهنبتدي ان احنا ناكله الخضار والفاكهة مهروسين بالشوكة وشوية بشوية، مش هنهرس كل الخضار قوي، هنهرس شوية ونسيب شوية لحد ما نوصل ان هو ياكل الاكل الطبيعي. هنبتدي معاه بالخضار والفاكهة، لازم نقلل طبعا اللبن. احنا قلنا قبل كده في حلقات كتيرة ان اللبن عبارة عن اكل، اللبن مش شرب، اللبن مش مية، في جزء منه مية بس هو في كل حاجة موجودة قيمة غذائية هو محتاجها وبيشبع جدا. فلازم طبعا هتقللي اللبن وهتبتدي من اول وجديد معاه، وحاولي ان انت هتحتاج بس منك صبر اكتر شوية لان هو مش طفل صغير هيتضحك عليه زي وهو كان بيبي عنده 6 شهور طبعا. فهيحتاج بس منك صبر اكتر بس هتوصلي برضو للنتيجة اللي انت عايزاها ان شاء الله. نهى انا بشكرك جدا، وان شاء الله الاسبوع الجاي نكمل مع الامهات اكل البيبيهات من اول الولاده لحد سنتين ان شاء الله. ومشاهدي هسيبكم دلوقتي مع تقرير عن انطلاق برنامج القراءه للاطفال. مهم قوي ان احنا نشجع الاطفال على القرايه طبعا، لان هي حاجه مهمه جدا ان هم يتعودوا عليها من صغرهم عشان تبقى عاده مهمه تغذي عقولهم طول عمرهم. تعالوا نشوف التقرير مع بعض. Kids Read is programmed to develop. برنامج Kids Read بيهدف إلى تطوير مهارة وعادة القراءة الجيدة لدى الأطفال من أجل المتعة وكذلك الاستفادة، وده بيتم عن طريق دعوة خبراء بريطانيين في مجال رواية القصة وبيقدموا بعض الأحداث المجتمعية. دي السنة الرابعة اللي بنتم فيها تقديم هذا البرنامج، والنهاردة إحنا في حفل إطلاقه لعامه الرابع، وبيغطي حوالي أو ما يخرج من أو ما يتعدى 20 مدرسة، بنصل لحوالي 5000 طفل في مصر. المشروع ده جميل جدا لانه هنا بيحبب اولادنا في القراءه، وزي ما انت عارف برضو القراءه هي المفتاح اللي بيشجع الاولاد ان هم يقروا ويحفزهم على ايه القراءه، وبالتالي يحب الايه اللغه ويكتبوها ويقراوها. I'm really interested in مؤمن بقوة وقدرة رواية القصص للأطفال من أجل تطويرهم إدراكيا وفكريا، وأسعى إلى إيجاد أو دمج فكرة قراءة رواية القصص في المجال الدراسي أو في النظام الدراسي. ضوء القمر ببيضة شجر ورق الشجر مشاركتي مع الأطفال مش مولودة النهاردة، أنا طول عمري بشارك في مشاريع خاصة بالطفولة سواء الطفولة العادية أو الطفولة العاملة أو أطفال الشوارع. طبعا يعني أنا كطفلة كنت دايما منهمكة ومشغولة بالتطوع في أعمال لها علاقة بالأطفال، وطبعا مسألة استكمال مسيرة ليس إلا، لكن دلوقتي يمكن التأثير بقى أكبر، دلوقتي بقى في أكتر أطفال بتتابعني عارفاني.